ابراهيم سليمان. صباح ابراهيم. صباح ابراهيم. رضا عبد الكريم. رضا عبد الكريم. مش دور المعامل الإداري وحسابات المحافظة، يعني بلد الرافضون الليل والنهار في سبيل أنه المشي أكبر عدد يوميا. جماعة الحسابات إلى ساعات متأخرة من الليل يوميا يشتغلون في سبيل أنه يكملوا لكم هذه المعاملة. وإذا شاهدنا بالموصل يسمعوني ماكو داعي الوساطات، هي كل هالمبالغ اللي موجودة والقرائم راح توزع، يمكن الحد الأعلى راح يكون شهر مو أكثر، يعني وهي مسألة إن شاء الله مضمونة. اليوم جانا إشعار على آخر 50 مليار من 106، فالمبالغ موجودة وإن شاء الله الكل تأخذ، ماكو داعي للوساطات. ويسمعني أبو الحسابات، ممنوع منع بعد تنفذ أي واسطة. إحنا بدينا بالناس اللي أقل من 10 مليون وكملوا الحمد لله. هسه المبالغ اللي أعلى منها والكل راح تاخذ المبالغ، واعتقد جازمة الا اذا اكو احد من برا يصطاد بالماء العكر او غيره ترى الواسطه ما تمشي. وانا دور مدير الحسابات، اي وساطه بهذا الجانب ممنوعه، الكل اهمنا والكل راح تاخذ استحقاقها. يعني اللي ما يستلم اليوم يجوز بعد 10 ايام راح يستلم، واللي طالع اسمه بالقائمة يقدر يتصرف، يعني حتى إذا ما مستلم المبلغ راح يستلمه بعد أيام يقدر يتصرف. اللي يريد يرمم، اللي يريد يعيد بناء يقدر. نتمنى كل الخير ونشكر كل الجهود اللي ساهمت في استحصالنا هذه المبالغ. يمكن يدري الاخ رفعت، يدري الاخ هشام ابو الحسابات، احنا قبل ترى بس 2000 معامله. نعم. سنين كامله كانت بس 2000 معامله عندنا ماشي. قلنا المعامله المقدمه عنده تنازل، قدم لنا تنازل مع التصريح الامني ومع السند. نعم هناك تقسيم هذا الملف، لكن الله يشهد انا ما ابرر، انما فقط موازنه 2019. نعم قدرنا ندفع مبلغ معين للتعويضات لاهالي محافظه نينوى اللي هم يستحقون هذه